السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا النهاردة أوريكم فطوري اللي أنا بحب جدا أفطره، والناس اللي بتحب تفطر على حاجة حادقة هتحب جدا برضو الفطور ده. أنصحكم إن أنتوا تجربوا الوصفة دي وتشوفوا الفيديو لحد النهاية. فطوري هو أكيد جرانولا. جرانولا بس حادقة، عبارة عن خلطة من الشوفان والمكسرات، طعمها بيبقى حلو جدا جدا. فطور بيدي طاقة، طعمه لذيذ، أنا عن نفسي بعشقه، لازم لازم أفطره بانتظام. الوصفة دي كنت دايما أكلها في ألمانيا، بس كنت باكل الجرانولا الحلوة. فكرت إزاي أعمل جرانولا حادقة وعملت لها تتبيلة وحاجة حلوة جدا. كل اللي هحتاجه كوبايتين من الشوفان وشوية لوز وسمسم، وأهم حاجة بقى عندي البابريكا والثوم البودر وشوية شطة. هحتاج ربع كوباية من زيت الزيتون وطبعا الملح. هجيب بولة كبيرة هحط فيها كوبايتين الشوفان، الثوم البودر، البابريكا والشطة، طبعا الشطة على حسب الرغبة، نص كوباية من السمسم، ربع كوباية من اللوز وانا مقطعاه كده شوية، وشوية ملح زي ما اتفقنا ان هي حادقة. الحاجات دي بقى لما بتتحمص تعمل طعم جميل جدا. هحط عليها ربع كوباية من زيت الزيتون، شوية كده من العسل الأسمر الحلو مع الحادق ده جميل جدا جدا، وهقلب. وكل اللي هحتاجه صينية تخش الفرن، واحط عليها ورق شمع، واحط الخلطة بتاعت الجرانولا دي عشان تتحمص. اوعدكم الوصفة دي هتعجبكم جدا، اللي هيجربها مرة هيعملها على طول. ونقلب بقى كده، هتقعد في الفرن حوالي 20 دقيقة، بعد 10 دقايق نقلب وكده خلاص الجرانولا استوت بعد 20 دقيقة في الفرن. بعد ما تبرد تماما ابتدي احطها في برطمان. لو حابة بقى اكلها مع الزبادي بجيب كوباية احط فيها شوية زبادي، عاملها زي البارفيه كده، وشوية من الجرانولا قد كده مع الزبادي. وجبة مغذية جدا جدا وبتشبع. يعني انت ممكن تجهزي البطرمان دوت يبقى موجود عندك في المطبخ عادي من غير تلاجة، والزبادي في التلاجة، وقت ما تبقي حابة تاخدي معلقتين. هيبقى فطور شهي جدا، طعمه جميل، مغذي جدا جدا. ان شاء الله في وقت تاني هنبقى نعمل الجرنولا الحلوة مع بعض، عشان اللي بيحبه اللي بيحب ياكل حاجات مسكرة. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.